ومن عجائب هذه الفتنة أننا عدنا ونريد أن نتكلم على حمل المجمل على المفصل، وهذه لنا وقفة مع الدكتور عبد الله البخاري، تكلم على شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وتكلم على الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وعند أن تكلم عن الشيخ مقبل وسئل في مجلس آخر عند أن انتشر هذا المقطع الصوتي قال أنا قد ذكرته في كتاب الفتح الرباني وأثنيت عليه. يا دكتور عبد الله، إن أبا الحسن كان يقول لنا هذه العبارة، أنا قد تكلمت على سيد قطب في موطن آخر ويمدحه في ذاك الموطن، لا يقول أنا أخطأت وهذا هو الموقف السلبي الصحيح، وإنما يقول ذكرته في الموضع الآخر. ولذلك في شريف الدكتور عبد الله البخاري عجائب وغرائب، ليس عجائب فقط وغرائب. أولا يقول هؤلاء مجهولون، ويقصد بالشيخين الفاضلين أبي عبد السلام والشيخ الفاضل محمد بن مانع، وهو يقبل من البرمكي المجهول.